الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة مهمة جدا، وقد تعلقنا طبعا بتواريخ إجراء طبعا الامتحانات الإشهادية. نعم، هي لاحظوا طبعا عندنا مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض مراقبة مستمرة والامتحان الإشهادية لسنة 2021-2022. نعم، إذا سنتطرق إلى طبعا التعليم الابتدائي وطبعا والاعدادي ثم الثانوي، نشرح على بركه الله. بالنسبه طبعا للتعليم طبعا او الثانيه علوم، هنا كنهضروا على طبعا القطب العلمي والتقني. لاحظوا القطب العلمي والتقني، فهاد الايام عندنا 2 يونيو ثم طبعا 20 يونيو 21 يونيو و 22 يونيو كما ترون. وطبعا ها المواد طبعا الممتحن فيها حسب الشعب. نعم، حسب الشعب. ما يهمنا هو ان نهار 20 عندنا طبعا اليوم الاول، ثم اليوم الثاني 21 يونيو، واليوم الثالث اللي هو 22 يونيو. وها طبعا ها المواد طبعا الممتحن فيها هي هذه بالنسبه للقطب العلمي. نعم، ها هي. نقفل الفيديو وقراو هادشي. نمر الى طبعا تواريخ ومواقيت الامتحان الوطني الموحد القطب الاداب والتعليم الاصيل. طبعا عندنا اليوم الاول 23 يونيو، واليوم الثاني طبعا 24 يونيو. وهالمواد طبعا سواء شعبه الاداب والعلوم الانسانيه مسلكيها، ثم شعبه التعليم الاصيل مسلك اللغه العربيه ومسلك العلوم الشرعيه. نعم، هذا كما ترون طبعا مواعيد واجراء امتحان الموحد طبعا الوطني القطب ديال طبعا الاداب والتعليم الاصيل. نعم، الان سنمر الى طبعا التعليم. اذا هذا امتحانات نشهد البكالوريا. طبعا هنا الامتحان الجهوي الموحد للسنه الاولى الخاص بالمترشحين الرسميين. طبعا اذا ها الايام هي اللي عندنا فيها الامتحان. عندنا 15 يونيو طبعا اليوم الاول اللي هو 15 يونيو طبعا الدور العاديه، والدور الاشتراكي 13 يونيو. اليوم الثاني 16 يونيو الدور العاديه، و 14 يونيو الدوره طبعا الاستدراكيه. ها الشعب العلميه والتقنيه اللي عندنا. نعم، ها هي. الان سنمر الى مواقيت امتحان نيل شهاده السلك الاعدادي. اذا لاحظوا الايام، اولا عندنا اليوم 4 يوليو و 5 يوليو، وهالمواد الممتحن فيها طبعا المترشحون المدرسون والمترشحون الاحرار. اذا عندنا اللغه العربيه، الاجتماعيات، اللغه الفرنسيه، التربيه الاسلاميه، الرياضيات، علوم فيزيائيه وعلوم حياه وارض. ثم قراوها يعني بتمعن وبتدبر، وعرفوا المده الزمنيه لكل ماده. بالنسبه للاحرار ها هما حتى هما تقريبا متشابهين، يكون زيد شي بعض المواد ديال الاحرار. نعم، هذا مواقيت ميل شهاده التعليم الاصيل. ها هو حتى هو تعرفوا عليه اللي معنا. هو عندنا 4 يوليوز و 5 يوليوز. حد موفق لابنائي. دابا الان سنمر الى التعليم الابتدائي. اذا مواقيت امتحانات شهر الدروس الابتدائيه عندنا نهار 5 يوليوز اللغه العربيه، التربيه الاسلاميه، ثم عندنا الرياضيات، ثم عندنا اللغه الفرنسيه كما ترى. هذو هما طبعا. والمترشحون الاحرار هما عندهم يومان، عندهم 5 يوليوز وعندهم 6 يوليوز. حظ موفق للجميع. طبعا سنمدكم بمجموعه من التمارين والتقنيات طبعا للاستعداد الى الامتحان، امتحانات طبعا سواء تعلق بالاعدادي او الثانوي او الابتدائي. اتمنى لكم حظا سعيدا وموفق ان شاء الله.